بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في اللقاء السادس من لقاءات دورة الإحسان في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري. اليوم إن شاء الله سنتناول مما خرج عن أصل الحركات الإعرابية، أي الأسماء أو ما يخرج عن الإعراب بالفتحة والضمة والكسرة والسكون. اليوم سندرس المثنى وجمع المذكر السالم، لأن هذين الاسمين المثنى وجمع المذكر السالم لا يعربان بالحركات الأصلية، إنما يعربان بحركات فرعية. فنبدأ بالمثنى. المثنى وكما عرفناه سابقا في دورة الوداد في شرح الآل الرومية هو ما دل على اثنين، هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ماذا؟ بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. إذا هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. طيب نأخذ مثالا، كما قلت مثلا قلم ستكون قلمان أو قلمين، قلمان أو قلمين، قلمان أو قلمين. طيب متى نقول قلمان ومتى نقول قلمين؟ طيب الألف والنون تكون في حالة الرفع، يعني إذا جاء المثنى في حالة الرفع يكون بالألف. طيب متى تكون بالياء والنون؟ تكون في حالة النصب والجر. طيب إذا هنا قلمان، جيد، ستكون في حالة الرفع، فأقول ماذا؟ القلمان جديدان، القلمان جديدان، جيد، القلمان جديدان، تمام، هنا في حالة الرفع. طيب في حالة النصب أو الجر سأقول اشتريت قلمين، اشتريت قلمين، اشتريت قلمين. طيب وفي حالة الجر سأقول مثلا أكتب بالقلمين، أكتب بالقلمين، تمام. إذا هنا القلمان هنا مبتدأ، والمبتدأ كما نعلم مرفوع، جيد. طيب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الألف. لماذا؟ لأنه مثنى. طيب اشتريت قلمين، قلمين هنا وقعت مفعولا به، والمفعول به كما نعلم منصوب، فنقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه ماذا؟ لأنه مثنى. طيب أكتب بالقلمين، أكتب بالقلمين، القلمين هنا جاءت بعد حرف الجر، وما يأتي بعد حرف الجر من الأسماء ولا يأتي طبعا إلا الأسماء بعد حرف الجر يكون مجرورا، فنقول القلمين اسم مجرور وعلامة جره الياء، لأنه ماذا؟ مثنى، لأنه مثنى. أرجو أن يكون ذلك واضحا. إذا هذا تعريف المثنى وعلامة إعرابه، مرفوع بالألف والنون، منصوب ومجرور بالياء والنون. طيب
فهنا قلمان، القلمان جديدان، القلمان جديدان. جدي القلمان هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. اشتريت قلمين، قلمين هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. وأكتب بالقلمين، القلمين هنا اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، لأنه مثنى. إذا هذا تعريف المثنى وعلامة إعراب المثنى. طيب، هذا عن تعريف المثنى. طيب، نتكلم في نقطة أيضا وهي الملحق بالمثنى. جيد، الملحق بالمثنى عندي ما يلحق بالمثنى. ما معنى يلحق بالمثنى؟ يعني هو لم ينطبق عليه شرط أو تعريف المثنى، لم ينطبق عليه تعريف المثنى، لكنه يعرب إعراب المثنى، فنسميه ملحق بالمثنى. الملحق بالمثنى ينقسم إلى قسمين. ملحق بالمثنى ينقسم إلى قسمين، ملحق بشرط، وهنا ملحق بدون شرط. ملحق بالمثنى بشرط أو ملحق بالمثنى بدون شرط. وطبعا كما قال ابن هشام في قطر الندى، قال والمثنى، أي المثنى خرج عن أصل الإعراب بالحركات، والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، ويجران وينصبان بالياء، يعني جمع المذكر السالم والمثنى، وسنتكلم عن جمع المذكر السالم إن شاء الله. وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، كلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا. جيد، إذن هو هنا تكلم عن الملحق بالمثنى، فقال الملحق بالمثنى هنا شرط بشرط وهنا بدون شرط، حتى أنه يقول في قطر الندى، ها وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، مع الضمير كالمثنى. إذن ما هو شرط، ما هما الكلمتان؟ الكلمتان هما كلا وكلتا، كلا وكلتا. طيب بدون شرط ما هما الكلمتان؟ اثنان واثنتان، اثنان واثنتان. طيب ما هو الشرط مع كلا وكلتا؟ الشرط هو الإضافة، الإضافة إلى الضمير، الإضافة إلى الضمير. كيف؟ عندما أقول مثلا جاء كلاهما، جاء كلاهما، جاء كلاهما، أو رأيت كليهما، رأيت كليهما، جاء كلاهما، رأيت كليهما. جيد، أو أقول سلمت على كليهما. جيد، سلمت على كليهما. وطبعا أيضا كلتا، جاء كلتاهما، رأيت كلتيهما للمؤنث، سلمت على كلتيهما. جيد، إذا هنا أضيفت كلمة كلا وكلتا إلى الضمير هما أو إلى أي ضمير. جيد، طيب لكن لو أضيفت إلى الاسم الظاهر سأقول ماذا؟ انظر معي، سأقول جاء كلا الرجلين، جاء كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين. إذن هنا لم تعرب إعراب الملحق بالمثنى، يعني لم تنصب بالياء. لماذا؟ لأنها أضيفت إلى اسم ظاهر، لابد أن تضاف إلى ضمير. إذا أضيفت إلى اسم ظاهر
تعرب بالحركات المقدرة، سيكون إعرابها إعرابا أصليا لكن بحركات مقدرة. فأقول جاء كلا الرجلين، فكلا هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، جيد، للتعذر. وهنا رأيت كلا الرجلين، كلا هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر. أيضا سأقول سلمت على كلا الرجلين، جاء كلتا المرأتين، جاء كلتا المرأتين، رأيت كلتا المرأتين، سلمت على كلتا المرأتين، تعرب بالحركات المقدرة. إذا شرط كلا وكلتا وهما الملحقان بالمثنى الإضافة إلى الضمير، الإضافة إلى ماذا؟ الضمير، تمام؟ طيب، إذا أضيفت إلى اسم ظاهر تعرب بالحركات المقدرة. جميل جدا. طيب، أما ما يلحق بالمثنى بدون شرط وهما اثنان أو اثنتان فتلحقان بالمثنى إذا انفردتا أو إذا أضيفتا إلى اسم ظاهر أو أضيفتا إلى ضمير. فأقول جاء اثنان، جاء اثنان. أيضا أقول رأيت اثنين، رأيت اثنين، جيد. أقول هذا كتاب اثنتين، هذا كتاب اثنتين، جيد. وممكن أقول جاء اثناهم، جاء ماذا؟ اثناهم، رأيت اثنيهم، جيد، رأيت اثنيهم، سلمت على اثنتيهم، جيد. أيضا هنا تعرب ب ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. وأيضا إن ركبت، إن ركبت، جيد، كيف؟ إذا قلت جاء اثنا عشر رجلا، جيد، أو رأيت اثني عشر رجلا، فهي هنا أيضا مركبة، جيد، اثني عشر رجلا، أو أقول جاء اثنتا عشرة امرأة، رأيت اثنتي عشرة امرأة، جيد. إذن اثنا واثنتا، اثنان واثنتان تلحقان بالمثنى بلا شرط. أما كلا وكلتا فإنهما تلحقان بالمثنى بشرط الإضافة إلى الضمير. إذا لم تضاف إلى ضمير، أي إذا أضيفت كلمتا كلا وكلتا إلى اسم ظاهر فإنهما تعربان بالحركات المقدرة. جيد، هذا عن الملحق بالمثنى. بعض النماذج الإعرابية على المثنى من القرآن الكريم. في الآية الأولى قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا. كلمة إثنى هنا ما إعرابها؟ جيد، من يقول إعراب إثنى؟ إن حرف ناسخ يدخل على الجملة الإسمية ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، عدة اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الشهور مضاف إليه مجرور بالكسرة عند ظرف، جيد، الله اسم الجلالة مضاف إليه، إثنى هذا خبر عدة، جيد، إن عدة الشهور إثنى، جيد، فإثنى هنا خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. طبعا عشر هنا مبني لا محل له من الإعراب، جيد، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، شهرا هنا تمييز. طيب، في الآية الثانية قال الله عز وجل كلتا الجنتين آتت أكلها،
جيد. طيب لو ننظر هنا، كلتا الجنتين، ما إعراب كلتا هنا؟ كلتا هنا كما ذكرنا شرط إعراب كلا وكلتا أن تضاف إلى ضمير، لكنها هنا أضيفت إلى اسم ظاهر فتعرب ماذا؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر. الجنتين أيضا هنا مثنى، فنقول مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. جيد؟ طيب ولمن خاف مقام ربه جنتان، ما إعراب جنتان هنا؟ مبتدأ، أحسنتم، لأن أصل الكلام جنتان لمن خاف مقام ربه، فجنتان هنا مبتدأ ولمن خاف مقام ربه الخبر، خبر مقدم. جيد؟ فجنتان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. قال الله عز وجل فإذا هم فريقان يختصمون، هذه الآية تحتاج إلى وقفة بسيطة. جيد؟ طيب فإذا هم فريقان يختصمون، هنا هم مبتدأ وفريقان جاءت خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف، لكن هم هنا للجمع. جيد؟ هم ليس هما، تمام؟ وفريقان جاءت في اللفظ مثناه، وهنا جاءت يختصمون، جيد، أيضا جاءت تدل على الجمع. فهل كما يعني هذا من المواضع التي قيل أنها أخطاء في كتاب الله عز وجل، وحاشا لله عز وجل أن يكون كتابه فيه خطأ. جيد، إنما كلمة فريقان جاءت هي في اللفظ مثنى لكن في المعنى جمع. لماذا؟ لأن الفريق الواحد يتكون من عدة أشخاص، مثلا أقول فريق كرة القدم، فريق كرة القدم نقول عندي فريقان لكن عدد كبير من اللاعبين. جيد، أما في كتاب الله عز وجل ففريقان، نعم هذا فريق واحد وهذا فريق واحد، لكن هذا الفريق فيه جماعة من الناس وهذا الفريق فيه جماعة من الناس، فهنا تعاملنا مع المعنى لا اللفظ، لكن يبقى اللفظ على أنه مثنى ويعرب على أنه مثنى. ومثل هذا أيضا قول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا، هذان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، خصمان، جيد، خصمان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، لكن أيضا جاءت جملة اختصموا وهي تدل على خصمان. طيب نقطة سريعة نتحدث عنها وهي إضافة المثنى، إضافة المثنى. فمثلا أقول كتابان، جيد، كتابان، جيد، أريد أن أضيف كلمة كتابان، ننظر هنا إلى كلمة كتاب، جيد، كتاب، إذا أردت أن أضيف كلمة كتاب ماذا سأفعل؟ سأقول كتاب الطالب، تمام، كتاب الطالب. طيب ماذا حذفت؟ كان هنا في الأصل يوجد ضمتان، طيب ماذا حذفت هنا عندما أضفنا كلمة كتاب إلى الطالب؟ ماذا حذفته؟ هل حذفت الضمة الأولى أم حذفت الضمة الثانية؟ ما رأيكم؟ ها نريد أن نسمع. طيب حذفنا الثانية؟ لا هذا خطأ، حذفنا الأولى. لماذا؟ لأن الأولى هي الإعراب والثانية هي التنوين، الأولى هي الإعراب لأن كلمة كتاب يعني هي مرفوعة فنضع عليها الضم، فالضمة الأولى هي الإعراب والثانية هي التنوين، وعند الإضافة نحذف التنوين أم الإعراب؟ نحذف التنوين. جيد، فأصبحت كتاب، إذن التي بقيت هي الحركة الأولى. جميل، طيب أيضا كتابان، الألف هنا إعراب أما النون فهي تقابل التنوين، النون هنا تقابل التنوين فنقول كتابا الطالبين، مثلا نافعان، جيد، كتابا الطالبين نافعان، فنعرب كتابا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف وحذفت النون للإضافة، والطالبين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، وهنا نافعان خبر لمبتدأ كتابة مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. جيد، نرجو أن يكون هذا الدرس واضحا لكم بإذن الله، نلتقي إن شاء الله في درس آخر مع دروس دورة الإحسان في شرح كتاب قطر الندى،
نرجو يعني حل اختبار هذه المحاضرة، وانتظرونا في المحاضرة القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.